انا بقول لك، انا وانا في اسكندريه ده ما فيش، يعني انا ما كنتش اعرف حد في المجال المزيكا ده. انا فاكر كان في مجله اسمها ده، مش عارف تين ستاف بقى ولا حاجه تانية، حاجه قديمه كده. فحتى ساري كان، كنتش لسه بعرف ساري، ساري صاحبي قوي دلوقتي، بس كان في ارتكل كانت مكتوبه عنهم في اسكندريه زمان، وهم كان عندهم فرقه اسمها فور ستيكس. فاللي هو انا بالنسبه لي اللي هو ازاي مفيش حاجه كده هنا بتاع، وما شفتش المنظر ده عندنا في اسكندريه عمري. كنت يعني كان ساعتها بقى بعد الروك والميتال والكلام ده، كان مفيش حاجه، يعني ما كانش في حد بيلعب غير مثلا يحيى خليل بيلعب، بيجي يلعب بتاع الحاجات اللي هي الثابته، فتحي سلامه الحاجات دي، لما حد بيجي بنروح. بس مفيش الشباب اللي عاملين بروجكت مع بعض والكلام ده ما كانش موجود خالص. والقاهره هنا اول ما جيت برضو انا ما كنتش عارف اعمل ايه وبتاع، لحد ما دخلت جامعه. يعني قعدت اول 3 سنين دول انا بس في المدرسه، ومستر ياسر واداني الطبله وانا بعمل وبتاع والطبل الحلوة قوي اصحابي في المدرسه كده يعني. بس بعد كده في الجامعه بقى فهمت الساقيه وشفت الحاجات.